حمد عتيق العبد الله، السنة الثالثة بإذن الله على التوالي، والفريق زكريت إن شاء الله، إن شاء الله أنهم بيضين الوجه إن شاء الله. طبعاً إحنا مثل ما تشوفون الحين متوجهين البندر في كتارة على ما تنطلق المسابقة. إحنا أهل البحر ونحب البحر، مشاركين فريق زكريت ربع على قلب واحد وعلى اسم واحد، قدم كل ما عندنا إن إحنا نطلع السنة بمركز. تم اختيار أعضاء الفريق بالنسبة للفئة الشبابية لأنهم يعني تقدر تقول إن فيهم حيوية وفيهم نشاط وعندهم يعني يبغون يقدمون شيء. أقول حق الفرقة جميعها المشاركة الله يوفقكم إن شاء الله، فريق زكريت السنة غير عن زكريت العام.